بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله حنستكمل آخر محاضرة معنا في الفصل اللي هي في شابتر 5 سيكشن 5-5. وطبعا لو احنا اطلعنا في سيكشن 5-5 هتلاقي فيه تقريبا 5 سب سيكشنز. احنا بس هناخد منهم الخمسة هدول آخر 2 سب سيكشنز اللي هم 5 أظن. خلينا نشوف أسمائهم عشان ما ننساهمش. طبعا 5-4-5 اللي هناخدهم و5-4-4 ونختم عندهم ان شاء الله رب العالمين. طيب اليوم في محاضرتنا ان شاء الله في عندنا ثلاث جزئيات بدنا نهتم فيهم. الجزئيه الاولى عباره عن اكسرسايز او عباره عن سؤال استكمالي في موضوع الاس دي دي وموضوع الاس دي تي. تمام، احنا المره اللي فاتت أخذنا مثال كيف نعمل SDD لإيش؟ يحول من Infix لسينتاكس تري، صح ولا لا؟ وقبلها كنا ماخدين كيف نحول من Infix لبوستفيكس، وقبلها كنا ماخدين كيف نعمل الحسبة عند الروت، وأخذنا كتير أسئلة في هذا الإطار. اليوم عاد في إكسرسايز برضو نفس الفكرة، بدنا نحول من SDD، بدنا نعمل SDD يحول من شكل إلى آخر بس مختلف عن الإنفكس اللي هو بتكلم تحديداً في الوايل. خليني بس انا افتح على السلايدة او على السؤال نتكلم عنه. خلينا نشوف وين راحت. تمام هيو. طيب هاي السؤال ايش بيقول؟ السؤال بيقول بدنا نحول من هاي ليفل لانجويج لتري ادرس كود. يعني المطلوب نعمل syntax directed definition بيحول من هاي الصورة لشو؟ لتري ادرس كود. يعني ها شايفين سؤال الآن اختلف نمطه عن الأسئلة اللي كنا ناخدها قبل هيك. أخذنا أكثر من نوع، أكثر من نمط إحنا المرة اللي فاتت، إشي types، إشي infix، إشي syntax tree. واليوم زي ما أنت شايفة سؤال بيقول لك حولي من الهاي ليفل لانجويج لتري ادرس كود. وطالما قال حولي معناها انت كده ايش بدك تشتغلي؟ بدك تعملي سينتاكس دايركتد ديفينيشن او بدك تعملي ترانزليشن سكيم، صح ولا لا؟ ايش افرق الاس دي دي عن الاس دي تي؟ انه والله بيكون الرول جوا الجرامر بس مش اكثر. والله ناسيين هذا الكلام، مين بيكون فعال اكثر؟ الترانزليشن، لانه بيكون خلص الاكشن جوا الجرامر، فعلى طول في مرحله البارسنج بنفذ الرولز وبخلص. بينما في الاس دي دي انا لا بعمل التري، وبعد ما اعمل التري باجي بحل الرولز عليها بناء على البوتوم اب او على الديبندنس جراف زي ما اخذنا قبل هيك. الان السؤال بيقول ببساطه بدنا نحول من هذا الشكل لتري ادرس كود طبعا، وبدنا نعمل اس دي دي. هيك طالب السؤال اس دي دي. طبعا عشان انا اقدر اعمل الاس دي دي اكيد الكل فاهم انه بده يكون في عندي نصين، نص خاص بالجرامر ونص خاص بالسيمانتيك رولز. النص الخاص بالجرامر ايش بده يسوي؟ بده يوصف السنتاكس اللي انا بدي اقوم بتحويله. هنا مديني سنتاكس لحاجه واحده لوايل، فتتوقع كم برودكشن بدك تعمل في الجرامر هنا؟ واحده، فيش غيرها للوايل. يعني نفسها المكتوبه بدك تقول الاس بتعطيني واي مزبوط سي اس 1. عارفه لو كان هو بده يكمل وقال لك في للفور وفي للاف وفي 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 كان حتكمل. الاس ممكن تكون على شكل وايل، الاس ممكن تكون على شكل فور، الاس ممكن تكون على شكل اف، الاس ممكن تكون على شكل دو وايل والى اخره. بس هو انا في سؤالي اختصر على بس تحويله الواي لتري ادرس كود. عشان هيك انا الجرامر طبيعي طلع سهل جدا، ما فيش فيه شيء. شكل الواي زي ما احنا عارفين، الاس بتعطيني الواي، افتح قوس، الكونديشن، سكر القوس، الستيتمنت، هيك شكل الواي. طيب الان نيجي للشق الثاني. ايش الشق الثاني؟ عشان انا اقدر احول لتري ادرس كود لازم في الاول اكون فاهم كيف اكتب التري ادرس كود تاعت هاي، ولا كيف بدي احول. يعني ارجع لمثال زمان التقليدي، حولي من انفكس لبوست فيكس. طب اذا انا مش فاهم البوست فيكس كيف بدي احط الرولز اللي تطلعه؟ مستحيل. شفتي كيف؟ اذا لازم انا اكون فاهم الصوره اللي بدي اروح لها علشان اقدر اعمل لها رولز، والا كيف بدي اروح لها وانا مش عارفها شو هي، صح ولا لا؟ الان سؤالي هذا ايش بدي احول؟ لتري ادرس كود للوايل. اذا انا مش قادر كهيومن الان اكتب تري ادرس كود لهذا، مش حقدر
احط الرولز. يبقى الان النقطه اللي بدنا نفكر فيها كيف نعمل التري ادرس كود للوايل، وبعد ما اعملها واشوف كيف عن التري ادرس كود بفكر عاد طب شو الرولز اللي تطلع التحويله. تمام. طبعا التري ادرس كود احنا قلنا قبل هيك هي شبيهه شويه بالاسمبلي لكنها ليفل اعلى، يعني هي ليفل خلينا نقول بين الهاي وبين اللو. يعني ليش سما يعني ليش سماها تري ادرس كود؟ لانه ممنوع في الانستركشن الواحد او في التعليم الواحد اشوف اكثر من تري ادرسز ماكسيمم. طب ليش انا اعتبرتها اعلى من الاسمبلي درجه؟ لانه مسموح تستخدم فيها الزائد، مسموح تستخدم فيها الضرب كثير، ومسموح تستخدم فيها اليساوي، بينما هذا الكلام كله مش موجود في الاسمبلي. فتكلمنا عنه قبل هيك التري ادرس كود. الان عشان اعمل التري ادرس كود لهي للفانكشن اس، القلم هذا الفاضي، طيب عشان انا اقدر اعمل كود للاس، طبعا مين الاس يا بنات؟ اللي هي الوايل هذه كلها صح؟ الشاطرين ايش حيقولوا لي؟ حيقولوا لي المفروض نبدا بسطور لمين؟ للسي كود. ليش بدي سي كود؟ لاني انا لازم اعرف هذه السي في النهايه ترو ولا فولس، لانه اذا كانت ترو حاعمل شيء معين، حفوت على اللوب جوا. اذا كانت فولس وين حروح؟ حطلع من كل الاس هاي واروح للي وراها. مش انا قاعد بكتب في كود الاس؟ مش هذه تاعت الاس؟ اذا الشرط ما تحققش وين بدنا نكمل؟ مش هنكمل في الكود، هنطلع بعد الاس. ايش في حاجه بعد الفانكشن اس؟ يسلم بارك الله فيك. ايش في حاجه بعد الفانكشن اس؟ بده يطلع لها صح ولا لا؟ لكن اذا الشرط كان متحقق ايش بده يسوي؟ بده يفوت في اللوب صح ولا لا؟ عشان هيك انا بتوقع كود الاس الكبير بده يبدا بشو؟ بده يبدا بالكود تاع السي. طبعا ايش يمثل الكود تاع السي؟ احنا مش كاتبينه مش حنكتبه، لانه السي عباره عن ايش يا بنات؟ السي عباره عن بوليان اكسبريشن، إلها تعريفات وإلها قصص وإلها كود. هو ريحني ما حطليش السي عشان أقعد أفكر فيها وأقول كيف بدها تتحول وإيش قصتها وإيش كود. ريحني قال لي خلاص عبر عن الكود اللي بده يطلع بسي دوت كود، خلصنا. لأنه مش بديني تعريف السي، عارف لو مديني تعريف السي كان أنا بضطر أفكر كيف أطلع لها كود زي ما أنا قاعد أفكر للكود تاع الأس الآن. عشان هيك أنا حعبر عن كود السي بكلمة سي دوت كود، إنه اعتبر انكتب الكود تاع السي. الآن في نهاية كود السي لازم في تو فاليوز اعرفهم، هل السي ترو ولا هل السي فولس. ليش؟ لانه عند الترو وين بدي اروح وعند الفولس وين بدي اروح باختصار. طبعا اذا كانت فولس حتقولي لي خلص حنروح للإشي اللي بعد الاس كلها، ايش فيها انا حيروح يكمل فيها برا التري ادرس تاعت الاس هذه، حيكمل تحت لو كانت فولس. طيب لو كانت ترو حتقولي لي حيدخل على البادي تبع مين؟ تاع الاس 1، كود الاس 1. عشان هيك اذا ترو بده يفوت جوا هنا. طب ايش بده يكون هنا؟ حتقولي لي بده يكون كود مين؟ الاس 1. عشان هيك ايش بدي اعبر عنه؟ اس 1 دوت كود، زي ما عبرت عن السيب كود. هذه الاس ما هي ممكن تكون واي، ممكن تكون فور، ممكن تكون اف، ممكن تكون وات ايفر، الها كودها صح ولا لا؟ فالان حينكتب كود مين؟ الاس دوت كود. طب السؤال نهايه الاس دوت كود شو بدي اعمل فيه؟ وين بدي اروح؟ في نهايه الاس دوت كود، اس دوت كود بده يرجع للاول. طب طالما انا بتكلم بده يرجع للاول لازم يكون في ليبل للاول عشان اقول له روح جو تو للليبل هذا. مش بس هيك، وطالما انا تو قلت ترو وفولس لازم يكون كمان في ليبل لمين؟ للثاني. ليش؟ عشان باختصار لما تكون السي ترو روح للليبل 2، يعني ادخل على الفانكشن تاعت او الكود تاع الاس 1. طب خلصنا من كود الاس 1، مش المفروض نرجع من جديد للكونديشن؟ عشان هيك اخر سطر بتلاقيه هان عباره عن ايش؟ مين الاس 1 دوت نيكست؟ من الذي يتبع الاس 1؟ حتقولي لي بدي اقول له جو تو طبعا لمين؟ لال 1. هي باختصار. تمام. الان حشوف شويه تفاصيل، بس انا قاعد بحاول الان اديك الاستراكشر الكامل تاع الوايل. القصه باختصار بده يكون كود السي مكتوب في الاول، بدي اكون عارف ترو ولا فولس من الكود تبع المكتوب، بناء عليه واحده من تنتين، يا بدي اقول له روح على الليبل 2 عشان يكمل في الاس 1 اذا كان ترو، يا بدي اقول له اطلع من كل الايش المكان. طبعا بنات هذا ايش بنمثلها؟ ايش معنى اطلع من كل البنات؟ ايش القيمه هذه؟ هذه القيمه اسمها الاس
دوت نيكست. يعني مش هذه الاس في إلها نيكست، مش هذه الاس في إلها بعد ناس. فأنا كيف بعبر عنها؟ لما أقول له في حالة الفولس روح على الاس دوت نيكست، هيك بدي أقول له اس دوت نيكست. يعني إيش بقول له في حالة فولس؟ إنه أنت تطلع على مين؟ على الإشي اللي مكتوب ورا مين؟ ورا الاس الرئيسي. الآن كمان مرة يا بنات، أنا بدي أعمل كود أو تري أدرس كود لمين؟ للجملة هاي الوايل اللي عندي. عشان أقدر أعمل تري أدرس كود، أول إشي بدنا إيش نسوي؟ نكتب كود السي، فبسميه سي دوت كود. هذه أول نقطة. ليش؟ لأنه بناء على هذه السي بده يصير يا بفوت جوا، يعني يا جوتو للأسون، يا جوتو للنكست تاعت الأس، يعني الإشي اللي بعد الإيش؟ اللي بعد الواي، صح ولا لا؟ فعشان هيك أنا في الأول لازم أكتب كود السي، لأنه السي كمان مش معروفة، فخلص بعبر عنها بسي دوت كود. لكن أنا بهمني في نهاية السي إيش أكون عارف؟ لازم أكون عارف هذه السي ترو، يعني الشرط متحقق عشان أعرف وين أروح، ولا السي هذه فولس عشان أعرف وين أروح. في حال طبعاً برضو ما ننساش إنه لازم أنا أكون عامل ليبل لمين؟ للمكان هذا. ليش؟ ليش عامل ليبل للمكان هذا؟ لأنه إذا دخلت أنا جوا الشرط تحقق وفتت على السي، مش بدي ارجع من جديد للبداية تحت الوايل، صار لا. عشان هيك بداية الوايل لازم اعملها ليبل عشان اقدر اقول جوتو لبداية الوايل. مش هذه بداية الوايل، مش بديت اكتب السي اتحقق الشرط دخلت في الاس بعد ما خلص الاس، مش بدي ارجع لبداية الوايل من جديد. اذا لازم اسجل عندي انه في ليبل للبداية تاعت الوايل، لاني محتاج ارجع لها ممكن، وممكن ما ارجع لهاش على حسب الكونديشن. فهنا في عندي اصبح ليبل ما بدي انسى. طيب الان خلونا نكمل. في حال السي دوت ترو، يعني اذا الشرط متحقق، ايش بدنا نسوي؟ بدنا نفوت على كود مين؟ الاسوان. عشان هيك برضو الاسوان لازم يكون له ايش؟ ليبل ال2 مثلا. ليش؟ عشان اقدر اقول له جو تو للاس كود تاع الاسوان. عشان هيك ايش بتوقع بكتب هنا؟ ايش الكود اللي بنكتبه هنا يا بنات؟ كود مين؟ اسوان دوت كود. بدي اعبر عنه يبقى اسوان دوت كود، لانه انا خلص الشرط تحقق. ايش يعني تحقق؟ يعني تفضل اكتب كود مين؟ الاسوان. عشان هيك بدي اعبر عنه بكلمه اسوان دوت كود. طبعا في نهايه الاسوان دوت كود وين بدي اروح؟ يعني مين الاسوان دوت نيكس؟ ايش تساوي الاسوان دوت نيكس يا بنات؟ يعني مين النيكس تاعت هذه اللي هي ال1، صح ولا لا؟ يعني ايش معناها الجمله هاي؟ انه لما انا خلصت كود الاسوان على كل الاحوال بدي ارجع لال1، هيك معناها. فعشان هيك ايش بقول له؟ بقول له النكست تاعت هذه مين هي؟ هي الالوان باختصار. طيب نرجع بس لهنا، في حاله الترو هقول له جو تو لمين؟ لليبل ال2، صح؟ يعني السي دوت ترو بتساوي من الاخر اللي هي الليبل ال2، مش هيك؟ يعني اذا كان ترو روح لمين؟ لال2، مظبوط ولا لا؟ طب اذا كان فولس وين بدي اروح؟ ايوه اس دوت نكست. طبعا الاس مين هذه؟ مش اس الابن، هذه الاس الكبيره اللي انا قاعد شغال عليها. مش هذا كله كود الاس؟ مين النكست تبعها اللي جايه وراها؟ يعني اذا الشرط لم يتحقق من البدايه او في اي وقت حروح على الشيء اللي بعد الوايل مكتوب في البرنامج، خلص حيطلع من الوايل ويكمل تكميل. عشان هيك عبرت عنها بكلمه اس دوت نكست، الاس تاعت البيرنت النكست تبعه، وهذا مش حروح له الا في حاله الكونديشن فولس. لكن اذا الكونديشن ترو خلص كمل في ال2. اذا فات على ال2، يعني اذا فات على الاس1 لا محاله، يعني تحقق الشرط وفات، لازم مره جاوني يروح في الوايل يرجع من جديد يفحص الشرط. فهذا اللي انتم شايفينه باختصار، هذا الاستراكشر تبع التري ادرس كود. طبعا عشان يكمل واكتب كود المفروض اكون عارف ايش هي السي عشان اقدر اعملها كودينج، اكون عارف ايش الاس 1 عشان اعملها كودينج. لكن الكتاب سهل علينا كل هذا، قال خلص عبر عن السي 1 بسي 1 دوت كود، عبر عن اس 1 باس 1 دوت كود وريح حالك. هو بس كان معني هنا بالستراكشر تاع التري ادرس كود للواي، كيف هذه الواي نعملها تري ادرس كود زي ما انت شايفه. فهي هذا الشكل. طيب الان سؤالي، مش انا بدي عشان اقدر اشتغل في التحويل، ايش الاوتبوت اللي بده يطلع من هذه الجمله؟ تري ادرس كود. عشان هيك ايش بتتوقعي
الاس دوت كود حيساوي يا بنات ايش تتوقع بده يساوي؟ الشاطرين حيقولوا لي حيساوي ال1 كونكاتينيشن مع سي دوت كود كونكاتينيشن مع ليبل 2 كونكاتينيشن مع اس 1 دوت كود، عشان كل المقاطع تكون محطوطه. وطبعا خلال الكونكاتينيشن لازم اكون في عامل الحسابات هذه اللي انا احتاجها عشان اعرف حالي وين حروح. طيب عشان بس نشوف القصه وبعدين تسالوا زي ما بدكم، تعالوا نشوف الجواب ونتكلم فيه. هيو باختصار هي التحويل طلع معي عاد. ايش قال لك؟ قال لك بدي بس احاول اكبر برضو ونشوف الاخيره هي بنرجع لها. طلع معي ايش قال اول شيء؟ قال هي التحويلات تبعتي. قال اول حاجه طبعا هذا الشق تاع مين؟ السيمانتيك رولز اللي هو منفصل الان. قال اول شيء بدنا نسويه عشان اقدر اكتب الكود كامل تاع الاس ايش بلزمني؟ قال بلزمني ليبل 1، كمان شوي ححطه في مكان، بلزمني ليبل 1. ليش ليبل 1؟ علامه على بدايه الواي، عشان لما بدي اروح لها اقدر اروح لها، فبلزمني ليبل 1. ايش كمان بلزمني؟ بلزمني ليبل 2. ليش بلزمني ليبل 2؟ علامه على بدايه الاس 1، عشان وقت ما بدي اروح لها اروح لها، بديش اروح لها بلاش. بعدين ايش بلزمني؟ الاس 1 دوت نيكست، يعني هذه الاس 1 مين النيكست تبعها؟ مش لازم احسبه. ليش لازم احسبه؟ لاني بعد ما بخلص كود الاس 1 لازم احدد وين بدي اطير، احدد وين بدي اروح، فلازم اكون عارف مين النيكست تبعي. مين عاد النيكست للاس 1 هذه دائما؟ ال1. عشان هيك ايش قال لي بتساوي؟ دائما الاس 1 دوت نيكست بتساوي ال1، عشان وقت ما بدي ارجع برجع على ال1. خلصنا. طيب الان كملي، بعدك ايش بدي؟ السي دوت فولس، يعني هذه السي اللي انا بدي اكتبها كمان شويه، مش في الها يا فولس يا ترو؟ في حاله كانت فولس وين بدنا نروح؟ ايوه على الاس دوت نيكست، يعني بعد الاس كلها. طيب في حال كانت ترو وين بدنا نروح؟ على ال2. الاصل انا احط ال2 على مين؟ على الاسود. لسه انا ما كتبتش الكود، انا قاعد بجهز للكود. هذه كلها تجهيزات. في حالة الترو وين اروح؟ في حالة الفولس وين اروح؟ في حالة ال1 من وين مكانه؟ ال2 وين؟ كل هذه تجهيزات. الان تعالوا نشوف هي الاوتبوت النهائي اللي بدور عليه، هي التحويله، هي الكود، هي السترينج، ايش بقول؟ تعالوا نشوف. ركز عاد. بقول لك الكود اللي بدور عليه تاع الاس عبارة عن شو؟ ها عبارة عن شو؟ قال أول شيء بدنا نكتب كلمة ليبل. ها بدي أورجيك التحويل كيف بدها تصير، بدي أمسح أنا وأوريك ايش بده يصير. ها قال لك أول شيء بدنا نكتب كلمة ليبل، كتبت كلمة ليبل. طيب بعد ما كتبت ليبل قال لك كونكاتينيشن، يعني لزق عليها. شو ألزق عليها؟ كلمة ال1 اللي هي قبل شوي عملها، هاي لزقت ال1. بعدك ايش بقول لك؟ كونكاتينيشن، لزق وراها كود السي اللي المفروض يكون موجود، لزقت وراها كود السي. بعدها ايش بدي الزق وراها؟ كلمة ليبل كمان مرة، انه هذا عنوان جديد او ليبل جديد. وبعدين ايش بدي الزق وراها؟ ال2. بدي اكمل اشوف ايش بقول لي كمان بعد هيك. بعدين ايش بقول لي؟ بقول لي لزق وراها الاس 1 دوت كود. شايفة؟ وهذا ايش كانت هذه السي دوت كود. الان هذا اللي طلع معي، شو هو اللي طلع معاكي؟ هي التري ادرس كود للوايل، هذا اللي طلع معاكي. طيب واحدة ممكن تسأل وتقول لي طب ماشي ال1 استخدمناها في الكود صح؟ هيها مظبوط؟ وال2 استخدمناها في الكود. طب هدول ما بينوش معي في الكود، هدول ليش ما بينوش؟ لأنه هدول أساسا المفروض في ذيل الكود بدي افحصهم عشان اعرف حالي حروحين في الجوتو. يعني هدول باراميترز انا قاعد بحط لهم الفاليوز وين بدي اروح في حاله ترو وحاله الفولس، فلازم يكونوا معروفين. يعني في حاله فولس وين اروح، في حاله ترو وين اروح. طب هدول مين حيتعامل معهم؟ وين حشوفهم هدول لو بدنا نشوفهم صح؟ في نهايه الكود تاع السي بصير فحص. انت يا سي كنت ترو ولا كنت فولس؟ والله كنت ترو، خلص جو تو ال2. كنت فولس، جو تو ذا نيكست تاعت اللي سي. شفتي؟ فلازم الفاليوز هذه الاساسيه يكون عارف اماكنهم وقيامهم عشان يقدر يكمل كود. لكن هو ما كتبهم لانه اساسا هو مش عامل الكود، خلص قال لك هذا الكود حيكون مكتوب، لكن هدول الباراميتر لازم يكون عارفين الفاليوز تبعتهم عشان يقدر هذا يكمل.
نفس الفكرة، أنا نفذت الاس 1 كود، إيش لازم تسوي آخر جملة بعد الاس 1 كود؟ بدي تقول له طير على بداية الجديدة، يعني مين النكس تاعت الاس 1 لازم تنحسب هي عشان ياخذها ويطير عليها، مين النكس تاعت الترو هي عشان ياخذها ويطير عليها، فهذه حسابات لازم تنعرف تنعمل. الخلاصة إنه إحنا حولنا من الواي لتري ادرس كود، أو على الأقل خلينا نقول الاستراكشر تاع التري ادرس كود، لأنه فعليا أنا ما كتبتش السي كود، فعليا ما كتبتش الاس 1 كود، لأنه أصلا مش معطيني عشان أكتبه. لو معطيني إياهم كان كملت وكتبت. وضحت؟ الآن في حد مش فاهم في أي سؤال كيف حولنا من وايل لتري ادرس كود؟ في حد في عنده لبس او شغله مش واضحه له يده يسال قبل نروح على الجزء الثاني من محاضرتنا؟ نكمل. طيب احنا محاضرتنا عباره عن ثلاث اجزاء اليوم، ديروا بالكم هاي خلصنا جزء تمام. الجزء الثاني جزء سهل جدا، بيتكلم كيف نحول من سينتاكس دايركتد ديفينيشن لترانسليشن سكيل، يعني كيف نحول من SDD لSDT. مش احنا قلنا SDT more efficient لانه بكون الاكشن جوا الجرامر، مش هيك حكينا؟ طيب الان لو عندي سيمانتيك يعني عندي SDD كيف اقدر احوله لSDT؟ الان هذا نشرح لكم اياه. خليني ارجع برجوع على السبسكشن وناخذ مثال عليه مباشر. هاي المثال طبعا يا بنات الجرامر هذا الموجود على اللوح، السؤال ايش بيقول؟ السؤال بيقول بدنا نحول الجرامر هذا، طبعا انتم شايفين هذا عباره عن SDD صح؟ ليش SDD؟ لانه الجرامر لحال والرولز لحال، فهو بده يحولها لSDT. طيب اول حاجه كويسه انه لو انا مش فاهم الجرامر ومش عارف ايش بعمل بيكون عندنا المقدره نحوله لSDT، فهذا شيء كويس. لو انا مش عارفه ايش بيشتغل ايش بيعمل هيو زي ما انت شايفاه قدامك، هل انا لازم افهمه عشان احول SDT؟ لا مش لازم تفهمي. طيب انا هذا مش هشرح ليش بيعمل، ليش هو هذا باختصار اللي جاي من وين. في حاجه اسمها لاتكس، هذه اللاتكس بيستخدموها لما بيعملوا كتب بيعملوا ريبورتس على اساس عباره عن اديتور بتكتب فيه رموز زي ال HTML، تكتب فيه رموز وبروح بحولها لصوره ولا فيجر ولا رياضيات ولا بي دي اف فايل في النهايه. يعني مثلا بكتب جوا اللاتكس سلاش فيجر بروح بايش بحولها على شكل فيجر، وبدي احطها في الوسط احطها هان، بتكلم عن الخط الارتب، المهم زي هيك الاديتور هذا بيشتغل تمام. لكن احنا مش مطلوب مننا نفهم هذا اللاتكس، هذا بيكون اللي عارفه عارفه مش عارفه بلاش. المهم هذا الجرامر ايش بيسوي؟ قاعد بوريكي كيف هذا اللاتكس بيحول، كيف بيطلع الرموز او كيف بيطلع الكلمه. يعني لو انا كتبت مثلا سبسكرايب ممكن احطها تحت احطها فوق على حسب الكوماند تبع اللاتكس، فهذا لازم يحول صح. شفتي كيف؟ لكن انا زي ما قلت مش معني كثير في اللاتكس، لكن انا معني فقط كيف احول هذا لSDT. قال لك عشان تقدر تحول لSDT قانونين صغار تركزي عليهم وتعرفيهم بتحليها بدون ما تفهم ايش الجرامر بيسوي. ايش القانونين؟ القانون الأول بيقول لك إذا كان الأتريبيوت سينثيسايزد حطيه الأكشن هذا في الآخر. كمان مرة، إذا كان السيمانتيك رول اللي عندي هذا السيمانتيك رول الأتريبيوت تبعه من نوع سينثيسايزد، إيش يعني من نوع سينثيسايزد؟ يعني الأب بيعتمد على الأبناء مزبوط؟ قال لك هذا حطيه بين قوسين الرول وحطيه في اخر البرودكشن. يعني كيف؟ يعني تعالي اطلعي على هذا السيمانتيك رول، خذي لي هذا كمثال. هذا بتكلم عن مين؟ عن البي تاعت مين؟ تاعت الابو صح؟ بيقول لي هي عباره عن فانكشن في مين؟ لو كملنا حتلاقيها فانكشن في بي 1 وفي بي 2، يعني هذا الاب بيعتمد على مين؟ على الابناء، يعني هذا من نوع سينثيسايز صح؟ الان قال لي هذا الان بتحطيه بين قوسين وبتجيبيه وبتحطيه في اخر البرودكشن. طيب ليش؟ ايش الحكمه انه احطه في الاخر؟ قال لي انك بتكون شفت الابناء قبله، فبتكون عرفت الاتريبيوتس تاعت الابناء لانك بتعمل بارسينج من الشمال اليمين، فانت اوريدي شفت البي 1 صح ولا لا؟ فعرفت الاتريبيوت تاع بي 1، بعدين شفت مين؟ البي 2، فعرفت الاتريبيوت تاعت بي 2، اذا الان بتقدر تحل ايش؟ البي تاعت الاب.
شفتي كيف؟ لأنه هو معني إيش دائما يسوي؟ إني أشوف الأتريبيوت كلها قبل اللي بدي أحسبه عشان ما يصيرش خربطة، لأن بمشي من الشمال اليمين. فقال لي خلص دائما وأبدا ريح راسك، طالما أب اعتمد على الأبناء يعني بدي أشوف الأبناء كلهم قبله، صح؟ فوين بدي أحطه؟ في آخر البرودكشن، لأني بكون شفت مين؟ كل الأبناء قبله. فهذه أول ملاحظة، لو كان من نوع سينثيسايز حطيه في الآخر بين قوسين ويعطيك العافية. طيب لو ما كانش من نوع سينثيسايز يعني انهيريتد أو بيعطي قيمة، يعني مثلا قال لي البي تساوي 20، وين لازم أحطها؟ قبل البي. هو قاعد بيعطيها قيمة، قاعد بيقول البي تساوي 20، فالمفروض هذه وين أحطها؟ قبل ما أوصل البي عشان أخذ العشرين وأستفيد منها جوا البي. فإذا كنت أنا بعطي قيمة أو من نوع انهيريتد لازم وين تنحط؟ قبل الرمز. طب اديني مثال، يعني مثلا هاي أنا قاعد بحسب لمين؟ للبي. هاي بقول لي خلي البي تساوي 10، الصح أحط هذه في الآخر ولا قبل البي؟ قبل البي عشان يستفيد من القيمة. إذا في حسابات تعتمد على الأتريبيوت هذا تكون أخذها، أخذها من الأب وأخذها من الأخو، فطالما بعطيه قيمة لازم أحطها قبل الرمز عشان لو احتاجها يلاقيها. عارفة لو أنا نقلت هذه في الآخر، يعني أنا بشوف البي قبلها، صح؟ طب افرض في البي بدي أحسب البي أس هذه أو حاجة بتعتمد على البي أس هذه، مش حقدر. فقال لي خلص ريح دماغك، طالما هي بتعطي قيمة، طالما هي انهيريتد حطها قبل الرمز، طالما هي سينثيسايز تحط الأكشن كله في الآخر. هاي كل اثنين رولز. تعالوا الآن نطبق الرولز ونحل هذا السؤال كامل ونخلص الجزء الثاني. الآن تعالوا نشتغل عليه. السؤال بيقول حولي هذا الجرامر أو الأس دي دي لأس دي تي. تعالوا كيف بدنا نشتغل. حاجة أمسك الأولى هقول هذه بي، هذا قاعد للابن بيشتغل، قاعد بيعطي له قيمة، إذا هذه المفروض تنحط وين؟ قبل بي، عشان هيك ححط أكشن زي هيك وأسحبها وأحطها هنا. شفتي كيف؟ وخلص تيجي وراها البي. لو رحت على البي خلاص واحتاجت البي اسمها هي معروفة، أنا شفت الفاليو قبلها. طيب تعالوا نكمل للي وراها. اللي وراها في 1 2 3 4، ما تفكريش إنه إجباري لازم كلهم يكونوا مع بعض، كل واحدة حطيها في مكانها، كل واحدة أكشن. شفتي كيف؟ الآن تعالوا نتطلع. أول إيش بقول لك؟ قاعد بحسب مين؟ البي 1 دوت بي اس ايش بتساوي؟ قيمة مين؟ الأب. هذا الأكشن ايش رأيك وين نحطه؟ أيوة قبل البي، مش هذا بده الأب؟ طب ما أنا بكون وصلت الأب قبله، صح ولا لا؟ عشان هيك هذا بنقول وين؟ قبل البي 1، فبكون أنا شفت الأب، بعدين ايش؟ حسبت البي 1، بعدين دخلت على البي عارفها. شفتي كيف؟ طيب ايش رأيك في هذه الأكشن؟ هذا بحسب للبي 2، إذا هذا الأكشن وين لازم تحطيه؟ حطيتيه قبل البي 1، قبل المهم قبل البي 2، اثنين صح. طالما انا قاعد بعطي قيمه للبي 2، يعني البي 2 بده يستخدمها كمان شويه، لازم الاكشن هذا تحطيه قبل مين؟ قبل البي 2. هذا تحطيه في الاول، تحطيه في النص، انت حره، المهم انه قبل البي 2. طيب تعال اطلع على هذا. هذا الاب بيعتمد على بي 1، لو كملناها وبيعتمد على بي 2، يعني الاب قاعد بيعتمد على الابناء، يبقى هذا الاكشن وين حتوديه حضرتك؟ على الاخر. طيب تعال للأخيرة، برضو الأخيرة بحسب أتريبيوت تاني لمين؟ برضو للأب، وبعتمد على مين؟ على الأبناء، برضو هذا الأكشن بدك تحطيه في الآخر. طيب تعالي اعملي لي بس هذه، ايش نسوي فيها هذه؟ ها خليني ارفع بس شوية صغيرة، ها خليني اعمل هذه. ها تعال ايش رأيك؟ ها حتقولي لي هذا بحسب قيمة للبي 1 وبتعتمد على الأب، يبقى هذا الأكشن بدي احطه قبل البي 1. طب هانا برضو البي 2 قبل البي 2، صح؟ قبل الصب، بعد الصب، المهم قبل البي 2، لازم يشوفها قبل البي 2. شايفه؟ لانه ايش بيسوي؟ بيحسب قيمه البي 2 بتعتمد على مين؟ على الابو، اذا هذه تنحط قبل. طب ايش رايك في هذه؟ هذا بيحسب للاب بيعتمد على الابناء بحطه في الاخر، وهذه خلص سهله القصه. تعال نشوف الجواب، نشوف الاشي كامل. ايوه ما بدوش إشي الدرس هذا، ما فيش فيه إشي يعني. شايفة اللي تو حلينا؟ شايفة هاي أول واحدة حطها قبل البي، شايفة؟ لأنه هذه في السطر اللي وراه، يعني كتب بعدين حط البي، شايفة؟ وبعدين إيش عمل؟ حط هذه قبل البي 1، وحط هذه قبل البي 2، وحط آخر تنتين زي ما اتفقنا قبل شوية في الآخر، واللي وراها
حط البي 1 قبل البي 1 وحط البي 2 قبل بعد الصب قبل الصب المهم قبل ايش؟ قبل البي 2 وبعدين حط الباقيين في الاخر وكله نفس النظام. يعني الموضوع سيمبل، يعني حتى لو انا مش فاهم الجرامر مخلص بس بس اشوف ابو بعتمد على ابناء ارميه في الاخر الاكشن. لا بحسب انهيرت يعني بحسب قيمه حدن بحطه قبله عشان يستفيد من القيمه تبعته ويشتغل. هاي باختصار. طيب اتاكد انكم فاهمين. حولوا لي اللي تو اشتغلناها الاس دي دي، مش تو اشتغلناها هذه مش تو عملناها، لو بدك تحوليها لاس دي تي كيف تسوي؟ ايش رايك؟ هذا وين بده ينحط؟ هذا بحسب قيمه للالوان صح؟ وين لازم احطه؟ قابل في الاول. هذا بده يجهز حاله الوان ال2 بدي احطه قبل. طب هنا بحسب لمين؟ للاس1. هذا وين بده ينحط؟ قبل الاسود. انت حره عاد وين تحطيه، المهم قبل الاسود. طب السي دوت فولس والسي دوت ترو؟ قبل السي مش مشكله، المهم قبل السي، قبل الوايل بعد، المهم قبل. طالما بحسب للسي فاليوز لازم نحطه قبل السي عشان الله ما يفوت السي يكون عارفهم. طالما بحسب للاس1 فاليو لازم يكون قبل الاس1 عشان يكون عارفهم. طب الاس دوت كود هذا بيعتمد على الابناء كلهم، فهذا بده ينحط في الاخر. فهي التحويله تبعتها باختصار هي. تمام هي شايفه؟ قال لك الانيشاليزيشن اللي هو قبل السي الال1 والال2 والنيو والسي دوت فولس والسي والاس دوت نيكست. هذه الاس تاعت مين هذه؟ لا هذه مش بحسبهاش، هذه قيمه يساويها. والسي دوت ترو خلاص. هذا كله بده يكون. طبعا واحده هتقول لي طب لو عملتها قبل السهم قبل الوايل كله صح، المهم قبل السي. لكن طلع هذه وين حطها؟ قبل الاسوان. طب لو حطيت هذه مع اللي فوق برضه فيش مشاكل، المهم انه هاي. طب الاس دوت كود اجباري في الاخر لانه لازم اكون شايف كل الفاليوز وعارفها عشان اقدر انشتغل في الاخر. هاي باختصار. هيك الجزء الثاني خلص اللي هو من اس دي دي لاس دي تي. في اي سؤال؟ واضحه الامور؟ تمام. طيب الجزء الثالث والاخير اتكلمت، بدك تسالي؟ طيب الجزء الثالث والاخير اتكلمت عنه في بدايه الشابتر لما قلت لك بدنا نشيل الليفت ريكيرجن في ظل وجود الرولز. كيف بدنا نسوي؟ قلنا بتبطل الرولز القديمة أو بتبطل القوانين القديمة تنفعني، لازم قوانين جديدة. فالآن تعال نشوف هذا المثال ونفهمه. هاي الرولز، ركزي معي شوي. هنا الرولز وهنا مثال على الرولز، تمام؟ خلينا نشوف الرولز إيش بتقول. شوف الشكل بنات، شوفوا الشكل هنا. هذا لو هذا مخبى، لو هذا مش موجود الاكشن، اعتبر الاكشن مش موجود، هذا الاكشن تمام. هذه A بتعطيني اي واي وهذه الاي بتعطيني اكس، شو تحويلتها؟ حتقولي لي اكيد الاي بتعطيني، خذ اللي فيش فيها المشكله، اكس في ايش؟ في ار. شايفه؟ انسى الاكشنز. والثاني حتخبي هذا، ايش تقولي لي؟ واي في ار او ابسلون. يعني لو انت لغيت الاكشنز منهم كلهم فوق وتحت حتلاقي قانونك اللي انت عارفاه زمان. شفتي كيف؟ يعني لو انت لغيت الاكشنز خبتيهم حتلاقي هاي تحويلتها مضبوطه زي ما انت كنت تعملي زمان، بس اللي انضاف على الرسمه تبعتك، اللي انضاف على القوانين الاكشن. كيف كان الرول وكيف تقطع وكيف صار؟ هاي اللي انضاف. طيب اديني مثال او ورجيني كيف. اول ملاحظه انه مش هذا اللي كان فيها المشكله يا بنات؟ اطلع على الرول اللي عندك. الرول ايش بيسوي؟ بقول لك هنا في معادله مثلا بتحسب قيمه الاتريبيوت تاع الابو اللي فيه المشكله تساوي something function في اي حاجه. فانت المشكله عندك موجوده هنا والمشكله موجوده وين؟ في الرول، لانه الاي بدها تطير المفروض في التحويل. طب ايش اسوي في الاي هذه؟ غلط اخليها زي ما هي، فلازم يصير فيها شيء، مش هيك قلنا المره اللي فاتت؟ طيب عشان اركز واشوف ايش اللي صار فيها، تعالي اطلعي بس في الاول شوف الثانيه كمان. اللي فيش فيها مشكله خلص عادي، ممكن يكون في اتريبيوت نفسه اللي فيه المشكله يساوي فانكشن عاديه، هيك الصوره العامه. لاحظي انه دائما انا بتعامل مع اتريبيوتس هنا من نوع سينثيسايز، يعني القانون انعمل ومبني على الاتريبيوتس اللي من نوع سينثيسايز. عارفه لو في اتريبيوتس ثانيه مش سينثيسايز انهيرتد ولا غيره ببطل هذا القانون ينفع. يعني هذا القانون بس سبيشال انه لو كانت الاتريبيوتس اللي عندك جوا في الاكشن من نوع سينثيسايز بظبط الطبق القانون وبس. هو اكتفى في الكتاب بهذا بهذه الحاله وكيف قانونها وخلصنا. لكن عارف لو انه الرولز كانت انهيرتد وبتبدا الاخو بتبطل هذا ينفعك.
يبقى هذا فقط يستخدم متى؟ إذا كان في rules ومن نوع synthesized. أوكي؟ طيب تعال نشوف التحويلة. هذه التحويلة بس بدها ملاحظة كويسة لك. يعني كيف كنا نحول زمان لو ما كانش في error؟ كنت تبدي من وين؟ مش كنت تقولي ال A بتعطيني اللي فيش فيها بتبدي من هنا ولا بتبدي من هنا؟ كيف كنت تسوي في قانونك العادي؟ إيش كانت ال A تساوي؟ تبدي من الانترودكشن اللي ما فيش فيها المشكله. مش كنت تسوي؟ مش كنت تقولي ال A بتعطيني ال X في R؟ مش كنت تشتغلي زمان؟ اليوم نفس الفكره. هاي شايفه قال لك هاي ال X وهاي ال R. طيب شو هدول اللي هان؟ قال هدول اجوا من هان. اطلعي لي شوفي هذه، قرني لي هذه كيف صارت واديني رايك. انت هذه ما تغيرتش، ما هي الاكس والار تعد زمان صح، لكن شوفي هذه كيف فتتها، شوفي هذه كيف عملها. ايش بتلاحظي؟ ايش عمل في المعادله؟ ايش عمل؟ بس استبدل الاي بار دوت اي برمز جديد صح، وخلى الاي تساوي يعني، واللي شالها سواها بايش؟ يعني كانه ضاف في الاتريبيوت ار دوت اي وR دوت اس وقطعها، حط مكان الاي في الاول الR دوت اي واللي شالها سواها بالR دوت اس. قانون ثابت الان بدي اطبقه ورجيك كيف تطبق، بس في الاول بدي تنتبهي انه هاي البرودكشن هذه اللي بتطلع ايه، قال لك الاكس زي ما هي الR زي ما هي فيش مشاكل، لكن هذا الرول قطعه. كيف قطعه؟ راح شال هاي حط مكانها R دوت اي، بعدين اللي شالها رجعها حط تساوي R دوت اس. طب طبق مثال ورجيني اياه. تعالي خذي هاي السؤال، هذا مثال بدنا نطبقه الان. وين الليفت ريكيرجن هان؟ اي اي تي صح. حنبدا من وين؟ نقول الاي على القانون. ايش حنقول؟ الاي عباره عن ايش؟ التي في ار مش هيك، وحنحط هنا اكشن وهنا اكشن مش هيك. القانون بيقول لي ايش الاكشن الاول؟ وين المعادله؟ ايش بسوي في المعادله هذه؟ مش بخبي اللي الهاي بحط مكانها ار دوت اي، وبعدين بقول هذه اللي شلتها بعد الار تساوي ار دوت اس. مش هيك القانون بيقول لي؟ هاي شوفي كيف تحويلتها، هاي وين؟ هذا هي، هاي شايفه؟ هاي هاي اي بتعطيني تي ار، والار دوت اي شايفه شال هذه استبدلها بار دوت اي، وبعدين رجع اللي شالها وسواها بايش؟ بار دوت اس. يعني هو ما اشتغلش من كيف، واشتغل على القانون. والقصه سيمبل خالص يا بنات، بدهاش شيء، القصة سيمبل خالص. قال لك هذه معادلتك اللي عندك، اقسميها نصين. كيف اقسمها نصين؟ اللي هي هذه، اللي هي هذه، كيف اقسمها نصين؟ ايش بقول لك انا؟ بقول لك سيبي كل شيء كما هو، بس اللي قبل المساواة هذه استبدليها بايش؟ بار دوت اي. فانا هيني سبت كل شيء كما هو، هاي شايفة؟ ها شبتها هي، طلعي وين تو انا حليتها هاي. يعني هنا ايش حنكتب هنا؟ ار دوت اي هيك الحل تساوي ايش؟ هاي خلاص، هاي هاي شايف، هاي شايفه سابها زي ما هي، بس استبدل مين؟ اللي قبل اليساوي. وهذه اللي شالها رجعت تساوي ايش؟ ار دوت اس. طب هو ليش عمل هيك؟ لانه القانون بيقول له اعمل هيك. شوف اعمل لك بس مقارنه، خذي لك هيك نص دقيقه تطلع على حالك شوفيها، شوفي ايش سوى في القانون وايش سوى في المثال، كيف حولها. طابق الاثنين، شوف اطلع فيهم. اللي مش شايفينها قولوا لي بعيدها مرة واثنين، المهم تكون واضحة. هذه بدهاش شيء، هاي زي لعبة عادية. زي شوف الفرق. بدهاش شيء. شوف ايش عمل هين، اعملي زيه هين. مالكم؟ ما شاء الله عليكم. شاطرين. طيب. لسه الثانية شوي أكبر منها، بس أنا بدي نخلص من السهلة عشان نشوف الثانية، بديش أنا تكون لسه مش شايفين هاي. اللي مش فاهم أو مش شايف أو عنده أي بروبلم يتفضل يحكي لي عشان نختصر الوقت. مش تسألوك مش شيء، على الأقل اعملوا معروف اللي بدهم يحضروا الفيديو، يمكن مش واضح لهم شيء معين. مع أسئلتكم توضح. As you like، أنتم حرين. خلونا نكمل. بدك تسألي ولا خلاص؟ طيب خلونا نكمل، خلونا نكمل بنات، خلونا نكمل. إذا أنا اللي عملته هاي صارت هاي، يعني هاي صارت هاي باختصار، هاي اللي سويناه. من هان كيف انتقلت لهان؟ نفس القصة، من هان كيف انتقلت لهان؟ هاي اللي صار. الآن بدي أركز على مين؟
على التنيات اللي هم مين التنيات؟ بدي امسح اوريك مين هم عشان بدي امسح هذا، الحين بدي اركز على مين؟ هذه خلصناها، بدي اركز على هاي. هاي هاي تحولت لمين؟ تحولت لهاي، لهذا الصندوق صح؟ هذه تحولت لهاي. بدي اشوف ايش اللي صار في التحويل عشان اطبق على هدول. اللي صار في التحويل ايش بقول لي؟ بقول لي خلاص مش بدنا نجيب الار، مش الار بنصير نشتغل على اللي كان فيها مشكله، مش كنا نشتغل، مش كنا نخبي هاي وتكتبي واي في ار وتضيف ابسلون، مش هيك كان القانون؟ فهي اعملهم الواي في ار والابسلون. لكن ايش اللي بده يصير؟ هذا الرول هو اللي بده يعطيني هاي وهاي. كيف عمل؟ اطلع ايش عمل، قارني هذه ايش صارت. هذه خلص ثابته، هذه طول عمرها ثابته ما بتتغيرش. ار دوت اس تساوي ار 1 دوت اس والابسلون ار دوت اس، هذه حتكتبيهم زي ما هم في القانون. بس التفكير هاي كيف صارت هاي بس، اما الباقي ثابت. ايش بتساوي؟ ايش عمل؟ ايش استبدل؟ استبدل كل A بR والA1 بالA بالR1 والA1 بالR، وخلى المعادلة زي ما هي ومش عادي. يعني بالعربي هاي ايش تتوقع بدها تصير؟ حيقول لي اكيد زائد T ويضرب في R صح؟ طب هذه المعادلة ايش حيعمل فيها؟ حيستبدل الE دوت فال بR1 دوت I، وحيستبدل الE1 بR دوت I ويسيبها زي ما هي. هاي طلعي شوفي هايها وينها، هاي هايها هايها، خلي هاي عشان ما تتهوش. هاي شوفي هادي كيف صارت، وشوفي هادي كيف صارت، وقولي لي ايش رايك. الباقي هذا ثابت، عاد الباقي اللي بعد هيك ار دوت اس دوت مش عارف هذا كله حيضل ما بتغيرش، هو بس هاي اللي بتتغير. شايفه ساب المعادله كما هي واستبدل اي دوت فال بار 1 واستبدل اي 1 بالار دوت اي. ليش هو استبدل هيك؟ لانه هيك بقول له القانون، القانون بقول له سيب كل شيء كما هو، بس اللهم هذه فيها مشكله استبدلها بالار، هذه فيها مشكله استبدلها بالار وسيب الباقي زي ما هو. وهذا اللي انا عملته في التحويل. طب الباقي هذا التكميله، التكميله الثابته ما بتتغير. ايش التكميله؟ هاي التكميله ايش القانون بقول للتكميله؟ حط ار وحط ار دوت اس تساوي ار 1 دوت اس والابسلون ار دوت، خلص هذا ما بلعبش فيه، هذا ثابت. فكل مره هذا ينحط زي ما هو باختصار. كيف؟ هذه هي الليفتر كيرجل اي اي الاي، وضحت؟ خلص هيك خلص اللي طبعا هنا مكرره كمان واحده، ايش حيعمل في الثانيه؟ نفس الفكره، ناقص تي في ار وحياخذ هذه، ايش يسوي؟ يستبدل هذه بار دوت اي وهذه بار 1 دوت اي او العكس ار 1 بعدين ار، ويسيبها زي ما هي ويكمل نفس السيناريو. هاي للي بده يشوف تحت شايفين؟ شايفة؟ لاحظي هذا ثابت، R في R دوت S ثابت، R في R دوت S وتاعت الإبسلون ثابتة، يعني هذا كله من القانون، والقانون مش حفظ، القانون مش حفظ. بس في ناس بدون ما يشوفوا القانون خلاص فهموا اللعبة كيف يحل، خلاص تقول مرة بستبدل وانتهينا، وزي ما هي بحطها وانتهينا. لو حليتيها مرة مرتين لحالك بديكش، ما بدك قانون، خلاص بتحل عليه عادي. تمام هيك؟ أي سؤال؟ ختاما يعني اليوم الحمد لله كانت اخر محاضره، بنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا كويس من المساق، وانكم تستفيدوا منه زي ما قلنا في البدايات في الكارير تبعكم في الشغل تبعكم، لانه احنا قلنا يمكن في بدايه الفصل انه مساق الكومبايلر مش بالضروره بس تخصصي للكومبايلر، المفروض بكره ان شاء الله لو اشتغلتي في عمليه البرمجه وفي السوفت وير انه تقدر تستفيدي من التكنيكس الموجوده فيه، فان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله دائما نسمع عنكم كل الأخبار الكويسة، ويعطيكم الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير. كنت سعيد أني درستكم خلال الجامعة كم مساق، 2 أو 3، وإن شاء الله بنشوفكم في المستقبل في الماجستير إن شاء الله، وموفقين ويعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم بخير. وتنسوناش في الدعاء، تدعوا لنا إن شاء الله.